البروتيدا عرفنا من البروتيدا وحده بناء البروتيدا الاحمر الى غيره. اين يتم الهضم يا شباب؟ البروتيدا في المعده. يتم هضم البروتيدا في المعده بمساعدة انزيم البيبسين. هذه يا شباب البيبسين هنعمل محلول. اصل المكان ما يكفي لو سمحت. مش كويس يا اخي. يا اخي كيف ده؟ مش كويس. اقول لك مش كويس. يتم هضم مش غير البروتين في المعدة في وجود وسط حامضي بفعل انزيم البيبسين. ودي هضم يا شباب. هضم كيميائي. هضم ايه؟ لان احنا خدنا انواع الهضم، هضم ميكانيكي وهضم كيميائي. في وجود انزيم البيبسين معنى ذلك ان ديت هذا الانزيم كانه عامل مساعد يؤدي الى هضم البروتينات الى احماض امينيه ويتم ذلك في المعده. عشان خاطر كده بقول لك المعده لا تهضم المعده نفسها لثلاث اسباب. السبب الاول لوجود ماده مخاطيه على جدار المعده وفلوس المعده، بالاضافه ان جدار المعده سمين، بالاضافه ان انزيم البيبسين لا ينشط ويتحول الى صوره نشطه الا في وجود حمض ال HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريد. ودي معنى ذلك في الكتب ان انزيم البيبسين بيكون في صوره غير نشطه على هيئه بيبسينوجين، ينشط ويتحول الى بيبسين. هنستخدم يا شباب